السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق التك في كل مكان، دمتم يا رب بخير وسلام. أهلا بيكم على قناتكم قناة مستر طاهر، ومقارنة قوية مفترية ما بترحمش، مقارنة أداء وشاشات وشبكات وبطاريات وحوش الفئة تحت الاقتصادية الـ A21 S من سامسونج والـ C15 من ريلمي وريدمي 9 من شاومي. أعتقد إن ناس كتير جدا في فئة من 2500 ل 3000 جنيه بيهمهم جدا يعرفوا مين وحش الاداء، مين وحش البطاريه، مين افضل شاشه، مين اقوى شبكه، لان دي الفئه الاكثر مبيعا في مصر بل والوطن العربي كله. الاعلى سعرا في الثلاث موبايلات دول هو الـ A21 S من سامسونج، وبيجي بسعر من 2900 ل 3000 جنيه، والهاتف الاوسط سعرا هو الـ C15 من ريلمي، والنسخه اللي معاه الـ 4 جيجا مع الـ 64 جيجا رام بيجي في حدود 2800 جنيه. الموبايل الثالث والاقل سعر هو الـ Redmi 9 من شاومي، النسخه اللي معاه 4 جيجا مع 64 جيجا رام بتيجي في حدود 2700 جنيه. وبكده الثلاث موبايلات اللي معانا 4 جيجا رام مع 64 جيجا ذاكره تخزين. في الفئه السعريه دي ناس كتير جدا بتسالني عن ايه افضل تليفون في الاداء والبطاريه عموما، فحبيت بالتجربه العمليه او بنظام الجولات ان احنا نشوف بعنينا الاداء هيبقى عامل ازاي مع البطاريه، مع الحراره، مع الشبكات، مع الشاشه. وخلونا نبدا. في البداية انا حابب اقول ملحوظة مهمة جدا، الفيديو ده موجه لاتنين، اولهم اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني عشان يقرروا يشتروا ايه بالنسبة لاولوياتهم. موبايل في الفئة دي عمره ما هيديك كل حاجة، فشوف الباكج المناسبة ليك وقرر انت. تاني حد بوجه له الفيديو ده الشركات عشان تشوف ايه اللي ناقص عندها في الفئة دي وتكمله في الاصدارات الجاية، وبالتالي برضو المنافسة تشتعل. لا باجي على حد على حساب حد ولا اي حاجة، وكله بالارقام وبالتجربة الفعلية. قبل ما نبدا حابب افكركم بانواع المعالجات في الثلاث موبايلات. اول موبايل معانا الـ A21S من سامسونج بيجي بمعالج اكزينوس 850 بتكنولوجيا صغيرة جدا 8 نانو متر، وبالتالي هيكون موفر جدا في الطاقة والحرارة بتاعته هتبقى قليلة برضو جدا. مش هنسى اقولك ان هو بيجي ببطارية بسعة 5000 ملي امبير. الموبايل التاني معانا هو ريلمي C15 بيجي بمعالج اقل من الفئة بتاعته بحوالي 800 جنيه، وهو الهيليو B35 من ميديا تك بتكنولوجيا 12 نانو متر مع بطارية 6000 ملي امبير، والموبايل ده كان بيتسوق له حرفيا بوحش الطاقة. ريدمي 9 من شاومي بيجي بمعالج من ميديا تك برضو، ولكن هيليو G80 بتكنولوجيا 12 نانو متر مع بطارية 5020 ملي امبير. عملت اختبار انتوتو بنش مارك للتلات موبايلات في نفس الوقت. طبعا زي ما انتم شايفين اول واحد خلص هو ريدمي 9 من شاومي بمعالج ميديا تك هيليو G80. الـ A21S من سامسونج والريلمي C15 الاتنين خلصوا في وقت متقارب جدا مع فرق بسيط جدا لصالح السامسونج. ونتيجة الاختبار كالتالي، حصل سامسونج A21S على ماكروب من حوالي 116000 نقطة وفقد 1% بس من الطاقة، وده طبعا زي ما قلت لك بفضل معمارية المعالج الصغيرة جدا اللي بتيجي بتكنولوجيا 8 نانومتر ويعتبر مسخنش اصلا. وحصل ريلمي C15 على ما يقرب من 113000 نقطة وفقط 3% من البطارية، ودرجة الحرارة عالية درجة واحدة بس عشان تكون درجة حرارة الهاتف تحت الضغط التقيل حوالي 37. اما ريدمي 9 حصل على حوالي 198000 نقطة متفوقا على الاثنين، طبعا تفوق عليهم في المهام التقيلة وهو ارخصهم في السعر، فقط 3% من البطارية ودرجة الحرارة عالية حوالي درجتين. مش هننسى قبل ما نروح للجولة التانية نبارك للريدمي 9 حصوله على اعلى سكور من منصة انتوتو بنش مارك. في فايز برضو تاني معانا وهو الـ A21S من سامسونج على فقد طاقة قليل جدا مع حفاظ رهيب جدا على درجة الحرارة اثناء الشغل برضو تحت ضغط عالي. وفي الجولة دي هنروح على مرحلة الشاشة في أداء المشاهدة والألعاب. هنبدأ بالأعلى سعرا هنا وهو سامسونج A21S. أعلى سعرا للأسف الشديد جايب شاشة TFT، يعني لا تاخد ألوان ولا دقة ولا تفاصيل ولا سطوع تحت أشعة الشمس ولا زوايا رؤية محترمة، والحقيقة كل الاستغراب إزاي موبايل في فئة 3000 جنيه ونازل بشاشة TFT. فقبل ما أتكلم عن المنافسين، الـ A21S من سامسونج حصل على المركز الثالث بجدارة. لو رحنا مع بعض نتفرج على شاشة الريلمي C15 اللي بتيجي من نوع IPS ولكنها بتظل بدقة HD+ بس، وبالتالي كثافة البكسلات هتكون قليلة 270 بكسل لكل بوصة. حتى تشبع الألوان في الريلمي C15 بيعوض شوية حتة غياب التفاصيل في الدقة، وما تنساش ان انت هنا اخرك على يوتيوب 720p. اما الريدمي 9 فبيجي بشاشة من نوع IPS LCD بدقة Full
HD بلس بمعدل كثافة بكسلات محترمة جدا 396 بكسل لكل بوصة. وطبعا الشاشة هنا بالنسبة للفئة السعرية مثالية، وانا واخدها قاعدة ان اي موبايل بيجي في الفئة السعرية دي ما بيكونش HD بلس فبتكون الشاشة بالنسبة لي عيب. اقصد ان احنا طالما شفنا شاشة في الفئة السعرية دي عالية فاي شاشة هتيجي اقل بتكون عيب. والحقيقة برضو احنا شفنا في الفئة دي موبايلات غير الريدمي 9 زي الاونر 9 اكس لايت جاي برضو بشاشة فول HD بلس. وفي نقطة الشاشة مش هننسى نقول مبروك للريدمي 9 من شاومي، والمركز الثاني حصل عليه الريلمي C15. في تجربة كده بسيطة عملتها مش علق عليها، معايا شريحتين، واحدة من وي وواحدة من فودافون، والاتنين ما شاء الله بيتضرب بيهم المثل في ضعف الشبكة، وانا حاليا قاعد في ازفت مكان في العالم فيه شبكة وهو الاستوديو بتاعي. هنحط الشريحتين مع بعض في كل تليفون ونشوف النتيجة، وانا مش علق خالص. في تفصيلة كده حابب اقولك عليها هي خاصة بالبوكس اللي بيجي فيه كل موبايل. اول حاجة الـ A21S من سامسونج بيجي معاه الشاحن السريع بقدرة 15 واط في العلبة، وكابل نضيف جدا من نوع C بالاضافة الى سماعة المكالمات. اما سكرينة الشاشة والجراف للأسف مش موجودين في البوكس بتاع الـ A21S من سامسونج. لو طلعت الريلمي C15 من العلبة فهتلاقي فيه سكرينة على الشاشة حلو جدا، وجاي بشاحن سريع برضو في العلبة بقدرة 18 واط مع كابل من نوع C، ولكن للأسف الشديد مفيش سماعة اذن ومفيش جراف. اما لو بصيت في علبة الريدمي 9 من شاومي فهتلاقي سكرين على الشاشة وجراب وشاحن بقدرة 18 واط وكابل من نوع سي محترم جدا، ولكن للأسف الشديد شاومي ما بتحطش سماعة في العلبة ولا ريلمي، واتمنى منهم هما الاتنين يقدموا لنا حاجة جديدة ومختلفة الفترة الجاية ويفاجئونا بسماعة جوه البوكس. طيب انا كطاهر معايا 3000 جنيه هنزل اشتري ايه؟ انا واحد من الناس هرشح وبقوة ليا والليك ولأي حد الباكج الاقوى في الاداء والبطارية في كل حاجة عموما حتى الشاشة، وهو الريدمي 9 من شاومي. اما الـ A21S من سامسونج والريلمي C15 الاتنين تفوقوا على بعض في بعض الحاجات، ولكن برضو الباكج ناقصة. ده رأيي، ممكن انت يكون ليك رأي تاني، احب اشوفه في الكومنتات وقول لي هتختار مين وليه. وبعد التعب والشقة ده كله بقى ما تنساش تدعمني باللايك المتين بتاعك، شرفني باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان تشوف ان شاء الله كل جديد بنزله. سيبكوا في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء بإذن الله تعالى في فيديوهات كتير.